بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله النبي الهادي الامين محمد عبد الله وعلى اله واصحابه من تبعه باحسان يوم الدين. بناء على طلبات الاصدقاء هنشرح اليوم درس احترافي لتسميم اختبار الكتروني. هذا الاختبار هيتم من خلاله معرفة الدرجات، بيتم التصحيح تلقائيا من خلال نماذج جوجل او جوجل درايف. في الحقيقة ان القائمين على العملية التعليمية بيهتموا حاليا بهذه الجزئية، وهي كيفية إعداد اختبارات إلكترونية ذاتية التصحيح وتدريب الطلبة عليها، لأن أصبح في اتجاه عالمي بخصوص هذه الجزئية. عايزين نتعلم مع بعض إزاي نصمم اختبار إلكتروني. هذا الاختبار يكون مدعم بالدرجات، هذا الاختبار يتم تصحيحه تلقائيا بدون تدخل من أي أحد، وكذلك يتم إرسال الدرجات إلى الطلبة والدارسين. وده درس مهم جدا للقائمين على العملية التعليمية، سواء كان مدرسين أو محاضرين أو معدي اختبارات أو أساتذة الجامعة. تعالوا بينا نبدأ مع بعض الشرح. بداية كل اللي على حضرتك إنك تمتلك إيميل من خلال جيميل، ثم بعد ذلك هتكتب درايف، نكتب درايف دوت جوجل دوت كوم ونضغط انتر. هيتم بعد ذلك ظهور الشاشة، هندخل الايميل وهندخل الباسورد، فيتم فتح جوجل درايف على هذا النحو. عايزين ننشئ اختبار الكتروني في هذه المساحة الخالية، اضغط لي كليك يمين وبعدين اختار رايت كليك، ثم اختار مور او المزيد، ثم اختار نماذج جوجل، فيتم فتح تبويب جديد، او اضغط على نيو جديد ثم مور المزيد ثم نماذج جوجل او جوجل درايف، يتم فتح تبويب جديد. لما بقوم بعملية تصميم اختبار لازم الاول بسجله في ورقة خارجية كده، اشوف ايه المطلوب ان انا الاسئلة المطلوب ان انا اجهزها داخل الاختبار. اول حاجة لازم تشد انتباهك هو عنوان الاختبار ايه؟ الاختبار ده خاص بايه؟ اختبار خاص بالفيزياء والكيمياء بالانجليزي والفرنسي وبالرياضيات بالجبر بالتاريخ بالجغرافيا بالفلسفة، لازم تحدد. فانا هكتب ضغطت على نموذج بدون عنوان، ضغطت عليها سواء هنا او هنا، اي واحدة في الاثنين بتسمع تلقائيا، واقول ان ده اختبار مادة الدراسات لشهر مثلا مارس للصف السادس، او زي ما حضرتك على السادس الابتدائي او المرحله اللي انت عايزها. يبقى انا حددت، كتبت اسم الاختبار، حددت هو اختبار لانهي شهر او للميد ترم او لنهايه الترم، ثم المرحله الدراسيه، ثم اضغط في اي مكان. هتلاحظوا ان كلمه نموذج بدون اختبار هتتغير على هذا النحو. يبقى دي اول حاجه، فيتم الحفظ تلقائيا. يبقى اول حاجه بتحدد لي اسم الاختبار، ثم الشهر، ثم المرحله. بعد ذلك احنا هنتعامل مع ثلاث شاشات، شاشة اعداد الاختبارات، وشاشة للحصول على الردود، وشاشة للتدريب على الاختبار، حل الاختبار، ثم هنشرح بعض المهارات الاخرى. بعد ما كتبت لي على هذا النحو هنبدأ نضيف السؤال الاولاني. يبقى ده هنبدأ ده القسم اللي قدام حضراتكم، السؤال الاولاني هنضغط على السؤال الاولاني. مطلوب انك تدخل اسم رباعي، هكتب له من فضلك ادخل الاسم رباعي او الاسم رباعيا، الاسم رباعي، تمام بالطريقه دي. يبقى دي اول حاجه مطلوبه هنختارنا هو ناتي في الخيارات. موجود عند حضرتك اجابه قصيره بحيث انها تكون كلمه او بضع كلمات ما يزيدش عن سطر فقره، ده انت بتكتب موضوع انشائي اكتر من سطر. خيارات متعدده ان بيكون في اكتر من إجابة، هناك إجابة وحيدة هي صحيحة فقط. مربع الاختيارات إن يكون عند حضرتك أكثر من إجابة صحيحة، قائمة ومتسدلة، قائمة بتضغط عليها وتختار إجابة واحدة من خلال هذه القائمة. إحنا هنختار مع بعض إجابة قصيرة، دي أول شيء. تاني شيء لو عايز تكتب نص أو تكتبه، أنا مش عايز أكتب نص، أنا عايز أكتب الاسم الرباعي، ثم لو ضغطنا على ديت هيعمل تكرار لهذا السؤال، انا مش عايز تكرار، فبحرك المؤشر على هذا النحو واضغط على سله المهملات دي الحذف، فيتم حذف هذا السؤال. يبقى ده تكرار لنفس السؤال، ده حذف. هنا هو
ان انا بقول له انه بيكون مطلوب اجباري عليك انك تقوم بادخال الاسم الرباعي. بعد ذلك عايز ان ندخل شيء تاني وليكن الايميل او رقم البطاقه او رقم جواز السفر او رقم الطالب زي ما حضرتك او رقم الجلوس، هنضغط على علامه زائد ديت تستخدم لاضافه سؤال. طيب السؤال الثاني في الفقره الاولانيه او في القسم الاول ايه هو؟ اللي هو الرقم الجامعي، الرقم الجامعي او رقم الجلوس زي ما حضرتك عايز. اكتب لنا الرقم الجامعي، هنختار اجابه قصيره، يكتب اجابه قصيره هنا اهوت اللي هي اضافه التحقق ظهرت قدامنا. انا عايزه ايه؟ عايزه رقم، لان بقول رقم جامعي ونوعه ايه؟ انه يكون رقم صحيح، ما فيش كسور وكلام من ده، ليس هو الاكبر، يبقى رقم صحيح. تمام. ثم هقول له مطلوب، يبقى ادي الاسم الرباعي ثم الرقم الجامعي. لو عايز تجبره انه يكتب الايميل، ضيف سؤال اخر، اضافه سؤال اخر، وسؤال اخر اهو ادخل الايميل، ادخل الايميل على هذا النحو. ثم هنخليه اجابه قصيره، وضع لي هنا ونص الاجابه القصير، احنا هنسيبه، هنقول ان ده مطلوب، اوكي مفيش اي مشكله. تفعيل اعداد جمع البريد الالكتروني لو انت عايزه، ده اقتراح، لو مش موجود اضغط عليه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ ان انا اضيف تحقق، اضغط على الثلاث نقط دهمت واختار في حاجه اسمها التحقق من صحه الرد، وبعدين حاجه اختار من اهوت بدل رقم طالما بتكلم على الايميل، هقول له انا عايز نص، ثم بعد ذلك يحتوي على، هقول له انا عايز يحتوي على عنوان البريد الالكتروني، يبقى ده التحقق الفاليديشن الخاص بيك، بحيث انه ما يطلعش معروف الايميل مكتوب مثلا اسم او اسم برقم بدون مسافات وات وبعدين gmail.com او hotmail.com أو, او 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 احنا عارفينه بيتكتب ازاي، واخترنا مطلوب على هذا النحو. طيب لو انا وقفت في القسم اللي في الوسط ده هو وضغطت على علامه زائد، هتضيف سؤال ما بين الاقسام، ما بين الاقسام، لذلك هقوم بعمليه الحذف اهوت، لان انا مش عايز. تمام. يبقى انا عندي الرقم الجامعي وعندي الاسم وعندي ادخل الايميل. لو انت عايز تضيف سؤال بعد ادخل الايميل، تضغط على ادخل الايميل وتضغط على علامه زائد. خلصنا الحاجات المطلوبه، هنبدا نضيف قسم جديد في الاسئله. هضغط على اللي هي اضافه قسم على هذا النحو، ده هيكون القسم الثاني. ابدا اتحرك بالمؤشر الاسفل، القسم الثاني نهوت، هنبدا نقول اكتب الاجابه الصحيحه، يبقى ده سؤال، اكتب الاجابه الصحيحه، اكتب الاجابه الصحيحه. ثم ممكن انت تعمل له وصف ان هو انها تكون اجابه واحده فقط صحيحه. بعد ما عنوننا القسم، هنضغط على اضافه سؤال، اضافه سؤال، ثم في اضافه السؤال هنبدا نكتب السؤال اهو، هنقول عاصمه مصر هي، واحنا عارفين ان العاصمه اختيار وحيد فقط، يبقى هنيجي اهو بدل في الخيارات متعدده هنختار خيارات متعدده بحيث ان انا اتاحها للطالب او الدارس، وهناك اجابه وحيده فقط وصحيحه اهوت، نختار ثم نكتب اهوت، هنكتب مثلا طنطا، ادي اول حاجه، وبعدين الخيار الثاني القاهره، الخيار الثالث، وممكن اربع خيارات خمس خيارات زي ما حضرتك عايز، الاسكندريه على هذا النحو. تمام. خلصنا هذه الاجزاء. عايز تخليها مطلوبه انت حر، مش عايز خلاص لك مطلق الحريه، ماشي، بحيث ان الطالب ممكن يجاوب ممكن ما يجاوبش، فانا افضل انك تسيبها له، ولكن انت لو رايت انه يكون مطلوب اضغط على مطلوب. هتفضل جزئيه هنا مهمه، ان انا عايز عمليه الدرجات، عشان تتم عمليه الدرجات في الوقت ده حرك المؤشر الاعلى واضغط لي على هذا الترس اعدادات، ومن اعدادات اذهب الى تست الاختبارات، ومن اختبارات نشط لي جعل هذا اختبار. ليه؟ لانه هيمكنك من ظهور الدرجات، وبعدين قول له حفظ على هذا النحو، ثم تحرك الى اسفل للقسم الثاني. في القسم الثاني هتلاحظ ان ظهرت حاجه جديده اسمها مفتاح الاجابه، اضغط على مفتاح الاجابه. هنقوم بحاجتين،
الاول هتحدد لي الاجابه الصحيحه اللي هي القاهره، برافو عليك، ادي الاجابه الصحيحه اللي هيتم التصحيح بناء على الاختبار، ثم هتحدد لي درجه هذا السؤال. تمام؟ لو عايز تضيف اسئله ثانيه، لو عايز تضيف اسئله اضغط على علامه الزائد وضيف سؤال ثاني وسؤال ثالث وسؤال رابع، و هتبدا كلمه اللي هي مفتاح الاجابه هتظهر معاك، حدد الدرجات وحدد الاجابه الصحيحه. طيب ده نموذج من هذا السؤال، عايزين نضيف نماذج اخرى، تعالوا بينا نضيف قسم ثاني، هضغط على اضافه قسم جديد. القسم الجديد ده هو هنقول ايه؟ اختر 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 الاجابات الصحيحه، اختر الاجابات الصحيحه، يبقى ده عنوان القسم، ثم اضغط على اضافه زائد لاضافه هذا السؤال. السؤال ايه هو من اشهر موانئ مصر، من اشهر موانئ مصر، واسيبها كده مفتوحه مع حضراتكم على هذا النحو. هنا مش هنختار خيارات متعدده، لا، هنا هنختار مربع اختيار بحيث ان هيكون في اكتر من اجابه، يحق لك انك تختار اجابه واحده او اثنين او اكثر. بعد ما اخترنا مربع، ليه انا اخترت مربع اختيار؟ لان هناك اكثر من اجابه صحيحه، قد تكون اجابه واحده وقد تكون اجابتان او اكثر. من اشهر موانئ مصر ادي السويس، بور فؤاد، بور سودان، وبعدين هنكتب ان هو جده، والاسكندريه، تمام. هتلاحظ ان ابدا حرك شريط التنبيه ان مفتاح الاجابه مفعل، اضغط لي عليه وحدد لي الاجابه الصحيحه اللي هي السويس والاسكندريه، ثم حدد لي عدد النقاط او الدرجات وليكن 5 على هذا النحو. كده انتهينا من هذا السؤال. ممكن بعد نضيف سؤال 2 و3 و4 و5. تعالوا بينا نضيف قسم جديد بفكره جديده اللي هي اضافه قسم، ده القسم الرابع. في القسم الرابع ده هيكون خاص بصوره، حضرتك هتحدد لي الرقم اللي عليها بيشير الى ايه. حدد او اختر الاجابه، الصحيحة المناسبة للصورة، اختر الإجابة الصحيحة المناسبة للصورة، ثم اضغط لي على إضافة صورة على هذا النحو، وكون أنت حضرتك مجهز صورة على جهاز الكمبيوتر أو في موقع معين. أنا مجهز صورة هنا هوت على سطح المكتب خاصة بجمهورية مصر العربية، خريطة صماء. هبدأ أسهل الطالب سؤال محدد من على هذه الخريطة والطالب عليه إنه يجاوب. نشوف كده مع حضراتكم، هنبدأ نختار الخريطة الصماء اللي أنا قمت بتنزيلها على الجهاز على أساس إنها تفيدنا في محاضرة اليوم. أتمنى إن كل الزملاء يستفادوا من هذه المحاضرة، إن شاء الله هتكون نقطة انطلاق هيتبعها محاضرات أخرى بناء على مدى تجاوب حضراتكم معاها والاسئله اللي هتصلنا على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. خلاص ضفنا الصوره، هاجي ضايف دلوقتي سؤال على هذه الصوره، ضغطت على علامه زائد، هكتب السؤال اللي هو رقم 2 يشير الى، رقم 2 يشير الى اهوت نقط، ونتاكد ان احنا كاتبين العبارات صحيحه ويتم مراجعتها لغويا. اهوت ادي يشير، نسينا الراء، يشير الى، وبعدين هيكون عندي دلوقتي خيارات متعدده، اختار خيارات متعدده. الخيار الاول شبه جزيره العرب، شبه جزيرة سيناء. نتابع كده مع حضراتكم، شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء، قلنا هو شبه جزيرة العرب، هنا هو هنقول
واحد سيوة، واحد سيوة، تمام خلاص. بعد ما حددنا خيارات متعددة وكتبناها هقول له مفتاح الإجابة، مفتاح الإجابة هحدد إنها شبه جزيرة سيناء، وهحدد الدرجة الخاصة بيها على هذا النحو 5 درجات. كده خلصت. ممكن أضيف قسم جديد إن أنا أشكر فيه الطلبة، هكون عنوان القسم الجديد، هكتب لهم إيه؟ هنقول ألف شكر لكل الممتحنين، ونتمنى لهم النجاح. تمام كده خلصنا. بعد ما حضرتك خلصت ورجعت وتأكدت من الأقسام اللي انت أنشأتها، هتبدأ دلوقتي ان احنا نعمل معاينة. معاينة هي الزر التاني اللي هو العين اهوت، ادي معاينة، ودي الشاشة التانية، هيتم فتح نافذة جديدة، هتبدأ تجاوب على الاختبار. ادي تكتب الاسم رباعي، كتبت مثلا ادي طارق 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 مثلا، اكتب زي ما انت عايز، وادي الرقم الجامعي بتاع حضرتك، والايميل بتكتب ايميل صحيح، وادي ات جيميل دوت كوم، ده مش الايميل الحقيقي بتاعي بس انتوا تكتبوا الايميل صحيح. ثم بعد ذلك تضغط على التالي، كل ده اجباري كنت لازم تكتبه. بعد ما ضغطنا على التالي هننتقل للقسم الثاني. في القسم الثاني عندك سؤال عاصمة مصر هي، هنختار القاهرة إجابة صحيحة، ثم أضغط على التالي. ممكن تختار بعض الإجابات، وناخد بالنا إن الدرجات بتظهر قدام حضراتكم. ثم الاختبار الجزء الثالث من أشهر موانئ مصر اللي هي السودان وجدة، أنا هختار كلها إجابات صحيحة، ثم أضغط على التالي. ثم بعد ذلك هننتقل إلى القسم الرابع اللي هو الخاص بالصورة. تعالوا بينا نختار إجابة خطأ، احنا عارفين إنها شبه جزيرة سيناء، هقول له شبه جزيرة العرب، وأضغط على التالي، والدرجات ظهر قدام حضراتكم. بعد ذلك نشوف كده مع حضراتكم، هتظهر الرسالة ديت، ألف شكر لكل الممتحنين، أتمنى لكم النجاح، رجوع عشان أنت تعدل في الاختيارات. هقول له إرسال عشان يتم تسجيل اسم الطالب وبياناته ورقمه في ملف خاص بيه، وهتظهر دلوقتي الدرجة. عايزين نعرض النتيجة، هقول له عرض النتيجة، عايز إرسال رد آخر بحيث نعيد الاختبار مرة أخرى، هنضغط احنا على عرض النتيجة. مع حضراتكم كل دي في نوافذ بتنبثق منها أو تبويبات جديدة، هيبدأ يعرض لي النتيجة. النتيجة أنا عارف إنها هتكون 10 من 15 لأن أنا أخطأت في سؤال، يبقى أدي البيانات أهيت، هيبدأ يقول لي الإجابة دي صح خدت 5 من 5، الإجابات دي صح خدت 5 من 5، الإجابات دي خطأ، الإجابات دي خطأ، والإجابة الصحيحة هي شبه جزيرة سيناء، يعني بيعمل فيدباك مع حضرتك. وبعدين خلصنا، تمام؟ ادي الاختبار اللي حله الزملاء زي ما احنا شايفين. نرجع تاني لهذه الشاشه. بعد ما عرفنا المعاينه اللي هي بنشوف بنقيس مدى تصميم الاختبار والتجاوب معه، ممكن تدخل تاني وتجاوب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، كل ده هتتجاوب وهتظهر عدد الردود، ما بدل واحد هيظهر اثنين ثلاثه اربعه. تعالوا بينا نسهر الى خانه ادي الردود. الردود قالك في رد واحد، ادي الاحصائيات، حصل على 10 من 15 المتوسط بتاعه، ادي الدرجات، بيبدا يديني البيانات الخاصه بيه والاجابات الصحيحه على هذا النحو ديت، لانها اجابه خطا ظهرت بهذا اللون. ادي جزئيه ديت عباره عن الشاشه الثالثه، لو جبت السؤال هتبدا تستعرض كل سؤال على حده من الاسئله، وتضغط ان هو يبدا يجيب لك السؤال التالي وهكذا. لو ضغطت على فردي هيبدأ يستعرض لك امتحانات كل طالب كاملة على حدة. تخلص الامتحان الأولاني الخاص بالطالب الأولاني، هتلاقي في سهم هو نشط للطالب الثاني والثالث والرابع والخامس. خلصت كل هذه الأشياء، عايز تحفظها في سبريد شيت، في ورقة عمل بيبين لك فيها اسم الطالب، الإيميل بتاعه، الرقم الجامعي أو رقم الجلوس، ثم الدرجة بتاعته. اضغط لي على، وانت في ردود اضغط لي على هذه العلامة اللي هي انشاء جدول بيانات، وقول له انشاء جدول بيانات جديد، وقول له انشاء على هذا النحو. هيتم فتح تبويب جديد، من خلال هذا التبويب هيعرض لي درجات الطلاب في ورقة سبريد شيت. ادي الطالب الاولاني جاوب الساعة كام، درجته، اسمه، رقم جلوسه،
الايميل الخاص بيه، الاجابات بتاعته والاجابات الصحيحه دي في ورقه سبريد شيت. اذا كل طالب هيقوم بحل هذا الاختبار، هيظهر وقته والوقت والتاريخ والنتيجه بتاعته واسمه والرقم الجامعي والايميل الخاص بيه وكل سؤال والاجابه الخاصه بيه. تعالوا بينا نقفل هذه النافذه. اذا احنا استعرضنا ثلاث نوافذ. النافذه الاولانيه هي نافذه كيفيه تصميم الاسئله وتدربنا عليها، النافذه الثانيه اللي هي الردود ومتابعتها بالنسبه للدارسين سواء كان ملخص او استعراض كل سؤال او استعراض اسئله كل طالب باجابتها. النافذه الثالثه هي الخاصه بالمعاينه اللي هي كيفيه الاجابه على هذه الاسئله. باقي لنا بعض الاشياء البسيطه تعالوا بينا نستعرضها من خلال عندي المظهر. المظهر نهوت انك تغير الخلفيه او الشكل، بتختار لون من الالوان فبيتم تغييره على هذا النحو، او بتغير نمط الخط الموجود عند حضرتك تخليه زخرفي او رسمي او مرح او اي شيء. ابدا جرب وبيتم حفظها على هذا النحو، او انك تضيف صوره بتظهر لرأس الرأس تصميم الاختبار. تعالوا بينا نقفل المظهر، يبقى ادي المظهر وادي المعاينه. بالنسبه للاعدادات، في الاعدادات عندك لو انت عايز تجبر الطالب او الدارس انه يدخل الايميل هتختار حاجه اسمها جمع عناوين البريد الالكتروني والايصالات الردود، بحيث ان الاجابات هيتم ايصالاتها على ايميلاتهم اللي هي هيكون مجبر حتى لو حضرتك ما اضفتش ادخل الايميل في تصميم السؤال. لو انت اخترت هذه الخيارات هيتم اكتب الايميل وهتوصله الردود بتاعته بالاجابات. لو عايز تقيد عمليه الدخول على هذا الاختبار مره وحيده فقط، اضغط لي التقيد برد واحد، بحيث انه لو قام بالاجابه على هذا السؤال مره واحده هيتم حفظ الاي بي الخاص بيه، ما يقدرش يكرر هذا الامتحان او يتم حفظ الايميل فما يقدرش يقرر بدخول بهذا الايميل. بعد ذلك تعالوا في العرض التقديمي اللي هو اظهار شريط التقدم. لو عندك 10 اسئله جاوب سؤال يبقى جاوب 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10. لو عايز ترتيب عشوائي للاسئله كل مره يدخل على الاختبار، بشرط انك انت ما تختارش التقيد مره واحده، هيبدا يلاقي سؤال رقم 2 بقى رقم 1، سؤال بقى رقم 11 بقى رقم 6 وهكذا. لو عايز له رساله تاكيد اكتبها. الاختبارات قلنا اهم حاجه ودي الجديده في 2018 2019، قول له جعل هذا الاختبار على اساس انه يمكنك من اضافه الدرجات تلقائيا، ثم ادي عمليه الارسال. لو الاسئله غير صائبه او الاسئله صائبه بعد ذلك بنضغط على حفظ على هذا النحو، ده خاص بالاعدادات. بعد ذلك لو ارسال، نضغط كده على زر ارسال. في زر ارسال انت عايز ترسل الاختبار ده لمين، اكتب لي الايميلات الخاصه بيهم وقول له تضمين النموذج في الرساله بحيث ان يتدرب عليه، او اضافه متعاونين انك تضيف اصدقاء او زملاء في نفس المستوى العلمي بحيث انهم يمكنهم تعديل هذه الاسئله بالاضافه او الحذف. لو انت عايز من مشاركه من خلال جوجل بلس اهوت، تضغط عليها هيفتح لك نافذه لجوجل بلس وتتم النشر عليها. لو عايز تنشر هذا الاختبار على الفيسبوك بحيث ان الاصدقاء يتدربوا عليه، بشرط انك تكتب او تكون فاتح حسابك في الفيسبوك، او انك تكتب تدخل الحساب الخاص بيك باليوزر نيم والباسورد وتويتر بنفس الطريقه. طيب لو انا عايز الاختبار ده هو الرابط انشره ما بين الزملاء، اضغط على الارتباط ده يديني الرابط بهذه الطريقه. لو الرابط طويل اضغط على تقصير عنوان اليو ار ال، هيتم تقصيره، اعمل نسخ وانشره على صفحتك في الفيسبوك في تويتر في موقعك، اكتبه للدارسين على السبوره، انشره للزملاء ابعته لهم في ايميلات للاستفاده منه وهكذا. دي اهم هذه الاجزاء الموجوده. وضغطنا على نسخ ونقوم كده باغلاق. لو انا جيت في هذه النافذه وضغطت كليك يمين على هذا النحو ثم لزق اهوت، هنلزق اختصار الاختبار قدام حضراتكم، وضغطت انتر هيتم استعراض هذا الاختبار امام حضراتكم والدارسين هيقوموا بالاجابه عليه بادخال البيانات اللي انا قلت عليها بالشروط اللي انا
اخترتها بالتفاعلات بنفس الطريقه، هيظهر دلوقتي الاختبار قدام حضراتكم، ابدا اتفاعل معاه، وكل ده هيوصلني من خلال دوكيومنتس في الجوجل درايف او في نماذج جوجل، هتوصلني الدرجات والاسماء وجميع البيانات، هقوم بالغلق على هذا النحو. ادي ارسال. واحده من اهم المزايا الموجوده ان عمليه الحفظ بتتم تلقائيا، لو في خطا اضغط كنترول وزد تتراجع عن هذا الخطا، كنترول واي اعاده هذا التراجع. في ثلاث زرايد هم، في حاجه ممتازه جدا انا احب اشير اليها، حاجه اسمها اضافه متعاونين. اضافه متعاونين ده لو في اكتر من شخصيه، من استاذ، من مدرس، من محاضر، من دكتور بيعد الاختبار، فاعمل اضافه متعاونين واقوم بكتابه اسمائهم او عناوينهم البريديه، دي يمكنهم من الدخول الى هذا الاختبار وتعديله والاستفاده منه، ويبقى كده انا قدرت اضيف متعاونين. بعد ذلك حضرتك خلصت الاختبار، نسخت، عملت كل هذه الاشياء اللي احنا قلنا عليها، هتضغط بيتم الحفظ تلقائيا، اغلق لي هذه النافذه، هيتم اضافه هذا الاختبار في صفحه الدوكيومنت الخاصه بالجوجل درايف، هيكون في الاسئله في فايل لوحده والاجوبه في فايل لوحده، تقدر تستعرضها كلما اتيحت لك الفرصه انك تدخل على الجوجل درايف، زي ما احنا هنشوف مع حضراتكم. هيبقى في ملفين، ملف الاختبارات وملف لاجوبه هذا الاختبار، وادي الاجوبه في ورقه في صوره سبريد شيت، وادي وصول سريع لما يكون عندك عدد كبير جدا من الملفات. بناء على اسئله حضراتكم وطلباتكم ورغباتكم وتفاعلكم مع هذا الفيديو، ان شاء الله هنعد فيديوهات اخرى للاجابه على معظم الاسئله التي سوف ترد الينا في قناتنا على اليوتيوب او صفحتنا على الفيسبوك لصفحه طارق النجار، في قناه صفحه طارق النجار التعليميه. اتمنى اكون وفقت، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.